العبارة لن تغير ما نحبه إنما ستغيرنا. التجارب الإيرانية في مجال تقنية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أعتقد واعد جدا، وأعتقد اليوم أنت موجود which needs data off of your court. فاللي اقترحه يمكن الدكتور سالم اذا كان يتفق في هذا الاقتراح. كان يصل قيمتها على الفالويشن الى 1 مليون دولار، والحين نجحوا. رئيس الاستثمارية صراحة قبل اسبوعين. اتمنى انك تنتظر احد في خاطر شيء.